اسمحوا لي طبعا اشكر السيد عمرو موسى، لان هذا الدستور لم يكتب لم يكتب بين ليله وضحاها. على مدى 3 شهور هذه اللجنه عملت باخلاص لتقديم هذا المشروع لحضراتكم، هو الان بين ايدينا كمجتمع. وانا بشكر وزاره الشباب الحقيقه ان هي قررت تقيم هذا اللقاء النهارده عشان يبقى في حاله من التفاعل والحوار المجتمعي حول المواد المطروحه في هذا الدستور. هذه اللجنه سعت لتقديم دستور يعبر عن طموحات المصريين بعد ثورتين. الناس عندها امل كبير جدا في مصر جديده، في مصر المستقبل زي ما السيد عمرو موسى قال. في اسئله كثيره جدا جات لي من حضراتكم، هنبدا في طرحها على طول، لكن خلينا اقول لحضراتكم ان كانت احد التساؤلات اللي بتدور في اذهان المصريين ازاي السيد عمرو موسى سيستطيع ان ينجو بهذه السفينه دون ان تكون هناك اي انسحاب. أتذكر جيدا المؤتمر الصحفي اللي حضرتك عقدته حينما انسحبت عدد من القوى المدنية أيضا من اللجنة السابقة اللي هي لجنة دستور 2012. أعتقد أن هذا الشبح ظل يسيطر عليك أيام إلى أن تمت بسلام عملية تسليم الدستور دون أي انسحابات. نحمد الله نتمنى السلام. هل البعض بيعتقد ان حضرتك كان عندك يعني في هذا الاجتماع يعني مش 50 بس، حتى لو في 50 واحد في مشروع معين او في قضيه معينه هتلاقي 50 راي، ازاي قدرت تعمل هذه التوافقات في هذه المرحله؟ وخليني اسالك السؤال بصراحه، هل مرت بعض الامور ببعض الصفقات السياسيه ببعض ان احاول ارضي هذا الطرف واحاول ارضي هذا الطرف واوصل لمساحه في النص مطروح؟ لا، كلمه صفقات كلمه غلط، لانه ما هوش بيع وشراء، انما هو تفاهم. يعني انت بتقصد من الكلام اللي انت بتقوله ايه؟ كذا كذا. طيب ما هو اللغه الثانيه بتؤدي لنفس هذا الغرض او الى نص هذا الغرض، خلينا نشوف النص الثاني ده ناقص فيه ايه، خلينا اتفقنا خلاص على النص، خلينا نشتغل في النص وهكذا. ومشينا بتفاهم. طبعا الاول ما كناش نعرف بعض، انا ما كنتش اعرفه. بعد اسبوع واثنين وثلاثه من الشغل الجد، كل واحد شعر انه طب ما احنا بنشتغل جد، يبقى لابد يبقى لهذا الشغل الجد نتيجه، احنا مش بنشتغل جد ونتخانق. وبالتالي حصل بدايات التوافق، انه فاهم انه هذا له تفكير يساري، ده تفكيره يميني، ده تفكيره ديني، ده تفكيره كذا، ده تفكيره كذا. فلذلك يعني في منطلقات لما تفهميها تستطيع انك تعالجي هذا الكلام. ثم مش كل حاجه اتعالجت والخمسين موجودين، اتعالجت في مجموعات صغيره. المسائل المادة المشهورة السابقة اللي سببت استقالتنا من الجلسة اللجنة اللي فاتت 219 شكل لها لجنة خاصة تقعد تشوفها، وقعدوا يعني الشهرين كاملين ينزلوا ويناقشوا المادة لحد ما تنزل إلى الوادي ونبدأ نتفاهم على والمواد القوات المسلحة، مواد العمال والفلاحين، السلطة القضائية، وما أدراك ما السلطة القضائية، وغير ذلك من فكان في مجموعات بتشتغل في نفس الوقت اللي اللجنة بتجتمع، وييجوا يقدموا تقريرهم إلى اللجنة، إحنا اتفقنا على ده، وصلنا إلى 60% هنا، وصلنا إلى 20% هنا، ممكن نغير كل أعضاء اللجنة ونحطها أمام لجنة تانية وهكذا. شغل يعني كان ما هوش سحر، وهي قواعد معروفة، انما انه ازاي تحطيها في وقتها وتستخدميها وبالناس الصح. لا بس هي برضو عمرو بيه، يعني حضرتك خريج كليه الحقوق واشتغلت في الخارجيه ثم بعد كده يعني وزيرا للخارجيه، بعد عده مرات سفير في دول مختلفه ثم وزيرا للخارجيه ثم امينا عام للجامعه العربيه. انا اعتقد ان ما حضرتك استخدمته في الثلاث شهور دول هو خبرات 50 سنة متراكمه ظهرت في الوقت ده، بقى ان انا ازاي استخدم كل هذا التاريخ وكل هذا الفكر وكل هذا الخبره في ان انا احطها. ولذلك انا بقول لشبابنا اللي بيحضروا النهارده ان الخبرات المتراكمه دي مهمه جدا، والانسان الذكي جدا ازاي في الوقت المحدد المطلوب منه كيف يسترجع كل هذه الخبرات. حتى الكلمه اللي قالها عمرو بيه، قال لك طب احنا وافقنا خلاص على النص، نسيب بقى النص ده ونتكلم في النص اللي مش مختلفين عليه. فخلي بالكم انا متاكد ان خبرات كبيرة جدا ظهرت، اقتناع لجنة الخمسين بشخصية عمرو بيه شخصيا دي كان ليها تأثير كبير جدا. ولذلك أنا من وجهة نظري أن أحد الأسباب الأساسية في المرور بهذا الدستور إلى ما نحن عليه الآن هو حسن اختيار الشخصية التي رأست لجنة الخمسين. وبنقول لشبابنا قبل ما تكون عندك مهمة كويسة، مهمة ليك، حاول تختار الشخص المناسب لقيادة هذا الموضوع، أعتقد نتائج هتيجي إيجابية وزي ما حصل في لجنة الخمسين. والله يا سيادة الوزير أنا أريد أن أنتهز الفرصة
لأشهد أن هذه اللجنة كان فيها الكثير من الخبرات المتراكمة لدى الكثير من الأعضاء والعضوات. والعضوات كان فيه 5 عضوات يعني من أكفأ ما يمكن. الحمد لله حضرتك قدرت يعني تطلع مزيد من هذا. عندنا كم كبير جدا من الأسئلة الخاصة بحضراتكم وهنحاول نطرحها للنقاش، وأرجو أن احنا نساعد بعض في أن احنا يعني نجمع بعض الأسئلة المتشابهة. ربما يكون سؤال الأستاذ عبد العزيز محمود والأستاذة هدى بشير سؤالين متقاربين وبيدور في أذهان ناس كثيرة جدا، بيقولوا لحضرتك هل سيطبق الدستور فعلا لكي يحقق للفقراء حياة كريمة، وما هو الضمان لتحقيق هذا الدستور؟ ده لسان حال كل أهلينا في القرى والنجوع اللي على مدى السنوات الماضية كان في مصر دساتير، ولكن هذه الدساتير لم تضمن للمواطن العادي أو للفقراء أو للمحتاجين حياة كريمة، رغم أن هناك نصوص دستورية تلزم الدولة المصرية بهذه الحقوق. والله ده سؤال كويس، إنما الإجابة يعني أرجو تسمعوها كويس. الدساتير السابقة كانت أضعف من الرئيس، كانت أضعف من الدكتاتور، كان أقوى منها. فيما عدا دستور 1923 دستور الأول لمصر اللي الملك خرقه كثيرا، الأغلبية لم تكن تعطى قوتها، وده السبب في ثورة 52. من 52 وطالع الحقيقة الدساتير فيما عدا مشروع دستور 1954 اللي وضعه السنهوري باشا ووحيد رأفت اللي هم كبار رجال أساطين القانون وضعوه، وكان دستورا مشروع دستور جيد جدا، واحنا رجعنا ليه واحنا بندرس هذا. انما الاختلاف كان انه هل الدستور اقوى من الرئيس ام الرئيس اقوى من الدستور؟ طالما ان الرئيس اقوى من الدستور اذا الدستور لن ينفذ ولن يحترم. انما هذا الدستور اقل من اقل حاجه تقولي عنه انه هو الوثيقه الاساسيه اللي يلتزم بها الرئيس، يلتزم بها الرئيس الوزراء، يلتزم بها كل المسؤولون، ويلتزم بها مجلس النواب. وبعدين ده واحد يعني الدستور هو الأقوى في كل هذه الصياغة بدليل الضوابط اللي وضعت لرئيس الجمهورية والضوابط اللي وضعت لرئيس الوزراء والضوابط اللي وضعت للسلطات. إنما الأهم من كده الناس، الشعب. الشعب بقى صاحي مفتح لن يقبل، ما أصبح قدامه الوسائل اللي بيحتج بيها، زائد أنه الشعب ده فوق 60% منه شباب، أصبح مستقبلهم مرتبط بتطبيق هذه المواد واحترامها. عدم تطبيق هذه المواد واحترامها تعني البطالة، تعني التخلف، تعني تعليم سيء، تعني علاج سيء، تعني كل هذه الأمور. فمصر اتغيرت، الرأي العام فيها قوي، الأجيال اللي فيها الأجيال الصغيرة أكثر من الأجيال الكبيرة، الدستور أقوى لأنه وضع قيود على المسؤولين كبار المسؤولين وخلافه. الفرق هو هل الدستور أقوى أم الرئيس؟ هنا الحالة دي الدستور أقوى من الرئيس. طيب اسمح لنا نعمل مثال النهاردة، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ممكن يجي له قطاع عريض من المصريين من الشباب سواء اللي موجود هنا أو برا ويقولوا له أنا الدستور بيقول إن حقي إن أشارك في الحياة السياسية، إن حقي إن يبقى ليا فرصة عمل، نفذ بقى يا وزير. لا مش بس الوزير، أنت بتقولي إحنا عندنا الوقت الدستور من حقنا، أول شيء تعمله روح صوت. تمام. صوت للدستور او صوت، اذا كنت عايز تصوت لا توافق عليه ما توافقش، انما ضروري تروح تستخدم حقك في التصويت. هذه هي البدايه. اما ما يستخدمش حقه في التصويت، وانا رايي وان اطالب بان يصوت بنعم بالضروره عشان نخرج من اللي احنا فيه ده. اذا ما عملش ده طب باي حق تقول الدستور يتطبق ولا ما يتطبقش؟ ما انت لابد تكون، لانه هذا الدستور حتى اللحظه دي مشروع دستور غير مطبق. يبقى امتى دستور؟ لما يتم التوافق عليه في 14 و15 يناير. من هذا اليوم فصاعدا هذه هي الوثيقه الحياه لكل واحد. عايز بطاله ولا مظاهره ولا عايز حقك وتشتغل وتاخد فلوس وتبني اسره ويبقى لك مسكن، ده كله بيحقق هذا. فالمساله في ايد المواطن وليس في ايد السلطه زي ما كان قبل كده. كان في ديكتاتور الناس بتخاف منه، مظبوط، كان اقوى. هنا لا، هنا بقول الناس يجب تخاف من هذا الدستور. والا مثلا الدكتور الطبيب والممرض في المستشفى، الدستور ده بيقول ايه؟ يجرم الاهمال، يعني هيصدر قانون بتجريم اهمال الطبيب
ورفض الطبيب انه يعالج حاله طوارئ جياله اهي هنا. طيب في سؤال من الاستاذ محمد الشاذلي بيقول لحضرتك ان طبعا الدستور ده بيمثل وثيقه اجتماعيه مهمه جدا، لكنه يرى ان هذا الدستور لم يحصن نفسه، يعني بيقول ان الماده 226، وانا سعيده قوي ان الناس قرت المواد بالتفصيل، ان الماده 226 بتقول ان خمس اعضاء مجلس الشعب تستطيع طرح هذا الدستور للتعديل، وبالتالي هو يرى ان هذا الدستور لم يحصن نفسه، ربما يكون تعبير جديد لرئيس الجمهوريه او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل ماده، هذا حق طلب تعديل الماده او اكثر، يناقش الدستور مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما، انما القرار باغلبيه الاعضاء، يعني اذا الاعضاء 500 لابد يجيب 251، اذا الخمس يطلب التعديل، انما النصف زائد واحد من الاعضاء مش الحاضرين والمصوتين واللي ما يمضوا، لا من الاعضاء، اذا في ما هو لابد يكون في نص للتعديل، والا الدستور ضروري مساله مش ما هوش منزل مش منزل في حاجات زي لما اتكلم في مجلس الشيوخ انه ممكن جدا يتقرر انه لا عايزين مجلس الشيوخ يبقى الخمس يقدم تعديل ويوافق عليه الأغلبية. طيب في سؤال من الأستاذ عادل محمد الأشموني بيقول لحضرتك لماذا لم ينص الدستور أو يلزم هذا الدستور مجلس النواب القادم بمراجعة القوانين السابقة؟ لأن حضرتك عارف يعني هناك نصوص تنص على حق المواطنين في التأمين الصحي، في المعاش العادل، في الحياة الكريمة، في توزيع فرص العمل، لكن المشكلة أن القوانين التي لأن هذا مبدأ عام القانون مفترض أنه يفصل هذه المسألة ويتعامل معها، بعض القوانين للأسف الشديد لما يتعرض مجلس النواب لموضوع التأمين الصحي لابد وأن يأتي أمامه بكافة القوانين السابقة. إنما لما كنت بتكلم عن مجلس الشيوخ بقول إنه يجب أن يأتي أمامه بكافة القوانين السابقة بصرف النظر عما إذا كان بيناقش موضوع أو لا، عايز مجموعة القواعد مجموعة القوانين دي تيجي قدامه. إنما هنا بالنسبة لمجلس النواب كل مشروع قانون بيبحث فيه أو بيعرض عليه ويبدأ فيه التشريع لابد أن يأتي بأصوله، ده كام قانون صدر في هذا الشأن، نفذ ولا ما نفذش، حالات خرقه ايه، ضعفه كان ايه، ركاكته كانت ليه، وهكذا. فهنا عشان كده انا بقول انه كان الافضل ان يكون في مجلسين، ينظر في مجلس النواب ثم يذهب الى مجلس الشيوخ. بيحضرني هنا قصة في التاريخ المصري، يعني القانون المدني، مدونة القانون المدني المصري، وهي احدى المدونات العظيمة جدا في التاريخ، يعني من افضل القوانين المدنية في العالم. فلما ذهب إلى مجلس النواب في الأربعينات قعد من أظن 10 أيام، راح مجلس الشيوخ قعد 6 شهور، واخدوه مادة مادة واستدعوا خبراء ودساتير والمواد والقوانين والمدنية والتجارية وغيره من الخارج ومن الداخل ومن كل مكان، فصدر القانون بعد تمحيص للدور اللي عمله مجلس الشيوخ. إذن المجالس التشريعية تستطيع أن تعطي القوانين وقتها. ليه ما كانش بديها وقتها؟ لأنه بيقول لك الرئيس بيقول لك خلص النهارده، عايز القانون ده بكره. هنا ما فيش كلام من ده. خلاص انت حاطط قانون، مجلس النواب او مجلس الشيوخ هم اللي هيقرروا امتى يطلع لك القانون. طبعا في مسؤوليه اخرى، ما تبطأش ما تعطلش ما تأخرش، انما ده هو. طيب الأستاذ علي إبراهيم المراعي بيقول لحضرتك طبعا ميزانية البحث العلمي، يعني لم يكن هناك إلزام للدولة على تشجيع البحث العلمي بأن تخصص نسبة مثلا من الناتج القومي ولتكن وفقا لمقترحات الأستاذ علي 4% زي ما تم تخصيص نسبة للصحة والتعليم. شوف يا أستاذ علي، تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي. قبل كده كان كام؟ كان أظن حاجة 20% من الواحد الصحيح من الميزانية، ده من الدخل القومي، الدخل القومي الكلي، الميزانية جزء منه، ولذلك هذا هذه قفزة كبرى. إنما قبل ما نحقق هذه القفزة الكبرى لابد نأخذ في اعتبارنا أن التعليم هنصلحه ولا لا، 4% زيادة، التعليم العالي هنصلحه ولا لا، 2% زيادة، من إيه؟ الدخل القومي وليس من الميزانية. وكان في كلام كتير مع الحكومة، الحكومة كان ما نقدرش نعمل الحكاية دي،
حسن إدارة الأمور يرجع الحكومة تقدر تعمل الحكاية دي. في سؤال حقيقة مطروح بقاله يعني يمكن على مدى الأسبوع الماضي، حضرتك أكيد استمعت إليه في ضوء الجدل الدائر حول مسألة الانتخابات الرئاسية أولاً أم الانتخابات البرلمانية. في سؤال طرحه البعض، بعد 14 و15 لما يتم الاستفتاء على هذا الدستور أصبح لدينا دستور، إذن هل نعمل وفقاً لهذا الدستور وما جاء فيه أم وفقاً لخريطة الطريق؟ لا وفقاً، لا لا لا، خريطة الطريق شيء تاني، ولا وفقاً للإعلان الدستوري. خريطة الطريق ده خريطة سياسية، إنما الدستور بيحل محل كل الوثائق الدستورية السابقة. آخر مادة بتقول إيه؟ شوف يا سيدي، يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 5 يوليو 2013، والإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013، وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناول هذه الوثيقة، كافة الوثائق الدستورية قبل كده تعتبر ملغاة في اللحظة التي يتم فيها اعتماد هذا الدستور. ده اللي يطبق من يوم 16 ولا 15 يمكن 15 يناير القادم، ولا يوجد لنا أي وثيقة أخرى، خلاص كل الوثائق الأخرى دي ده تبقى في المكتبات بس. طيب نسأل سؤال بيسأله بعض البسطاء، بعد إقرار هذا الدستور وفقا للمواد التي جاءت في هذا الدستور تجرى الانتخابات الرئاسية أولا أم تجرى الانتخابات البرلمانية؟ شو سيدي، انقسمت اللجنة وأنا كرئيس لها لم أستطع، قلت أني لا أستطيع أن أقرر أن هناك رأيا غالبا أو أن هناك توافقا في الرأي على هذا الموضوع أو غيره، ومن ثم نتركه لرئيس الدولة. رئيس الدولة لو كان فيه توافق رأي واضح قاطع كان فيه المسألة كانت بتتمرجح كده، يعني يمشوا ناحية الفردي ويرجعوا ناحية القائمة أو النظام المختلط، يمشوا ناحية الرئاسية أولا ولا يعني حصل أكتر. فأنا رأيت أنه من الأمانة أن احنا كلنا نقرر أن هذا الموضوع احنا لم نستطع أن نتوافق عليه، ما فيش أغلبية قاطعة فيه، ويترك للدولة. طيب في سؤال من الأستاذة كريمة حفني حسن بتسأل عن الأجهزة الرقابية، لماذا لم تتميز هذه الأجهزة باستقلالية وترك لرئيس الجمهورية حق تعيينهم؟ هي ترى أنه كان من الأفضل الاستقلالية، خاصة لو إحنا ماشيين في سكة إن إحنا نعمل أجهزة للدولة مستقلة ولا يكون للرئيس سلطات أو صلاحيات مطلقة في إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. عشان كده بأدعو إلى قراءة الدستور، باب لوحده اسمه الأجهزة الرقابية، يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، تعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. مادة 216 يصدر بتشكيل كل هيئة يصدر ده أمر دستوري، يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمان استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. شوفوا بقى، يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون أن يحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. يعني هذه المادة حدد من صلاحيات. عشان كده أدعو إلى القراءة، القراءة مهمة جدا، لأن احنا في ساعة أو اتنين لبقى نقعد مسوى مش هنقرأ كل المواد وكل الأبواب. طيب في أسئلة جاية متشابهة عن مسألة أن الدستور أعطى فرصة للشباب وللمرأة وللأقباط وللعمال وللفلاحين في تمثيل عادل في البرلمان وفي المحليات أيضا، لكن هم يتحدثون عن الضمانات التي يمكن أن توفر هذا التمثيل العادل. أولا أنت ذكرت الشباب، بهذه المناسبة أنا أود أن أحيي أمدح الشباب اللي كانوا موجودين في اللجنة، 2 من تمرد واثنين من شباب الثورة وواحد اللي هو رئيس اتحاد الطلبة. لا تتصوروا قد ايه كانوا دارسين، كانوا جاهزين ومتحمسين
وبيدخلوا ويقروا. والله المادة أنا قريت المادة ده في دستور البرازيل، ويقرأ لنا المادة في دستور البرازيل. فالحقيقة كانوا جيدين جدا. طيب الأسئلة تتحدث عن الضمانات التي تحقق ذلك، لأن بعض الأسئلة بتقول إن ما فيش فرص عمل للشباب والحكومة عمرها ما بتلتزم بده، وحضرتك شايف ارتفاع الأسعار. أنا الحقيقة عايز أقول لك حاجة، لهم حق، إحنا عندنا شك. عشنا شوف كم سنة، 30 40 50 60، الله أعلم، كل واحد فينا له عدد، إنما هو في عدد من السنوات والعقود تؤدي إلى هذا الشك. إحنا اتنقلنا، ما أصبحش فيه ديكتاتور. في كتاب هنا هو بيقول له تعالى يا حضر، إزاي أنت بتقول لي تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص؟ أنت شلت فرصتي ليه؟ فيش كوسة بقى، الكوسة بدأت ضروري تتراجع هنا، لأنه تكافؤ الفرص أصبح منصوص عليه بإيه؟ تلتزم الدولة. يعني تروح المحكمة تقول والله ده نص دستوري، أنا ما حصل تفرقة ضدي لأي سبب من أسباب، قد تكون دينية، قد تكون ثقافية، قد تكون، هنشوفها. تروح المحكمة وتقول له في تكافؤ فرص، هنا لا يصح التفرقة. ده هو قوة الدستور ده، وإنه ما فيش واحد فوق. الناس بتقولك لا والله هو قال كده خلاص ما نقدرش نتصرف، خلصت القصة دي، ما بقتش موجودة. طيب في تصريحات صحفية نسبت لحضرتك إن حضرتك قلت إن هذا الدستور بكل ما فيه يحمل عنوانا رئيسيا للمصالحة، وده الحقيقة بيتناقض مع سؤال بيطرحه على حضرتك الأستاذ فؤاد جمعة مكي، بيقول لحضرتك إن الدولة المصرية عليها أن تتعامل بكل حزم مع الإخوان بعد انتهاجهم الواضح للعنف. شوفي، هو أن التصريحات دي الجرائد مليانة بكلام لم يحدث، ومبالغات وشائعات، حاجة غير معقولة. ولذلك أرجو التدقيق فيما تقرؤون، في حاجات مستحيلة تكون حصلت على ألسنة ناس كتير، مسؤولين كبار وصغيرين. ليه؟ لأنه أصبح عندنا كلام كتير وقنوات وجرائد. طب هيملوها إزاي؟ ضروري من الحذر في هذا، الحذر الشديد في هذا الكلام. هذا العنوان ده العدالة الاجتماعية، فيش لا مصالحة ولا غيره، مش عنوان المصالحة. أنا مش لا أطعن في ده، إنما هذا العنوان ما اسموش مصالحة، هذا العنوان اسمه حقوق الناس، حقوق الشعب، التزامات الدولة، العدالة الاجتماعية، إعادة بناء مصر، ليس من بينها حاجة تانية أبدا. أما موضوع تهديد أمن الدولة، استقرار الدولة، استخدام العنف ضد الدولة، فالدولة يجب أن ترد على هذا الكلام، إنما مع حفظ الحقوق. يعني حقك في حرية التعبير السلمي يجب أن يحترم، حقك في حرية الفكر يجب أن يحترم، حقك في الإبداع يجب أن يحترم. أما مستخدم العنف فلا بد من أن القانون، سيف القانون يكون قوي ضد هؤلاء. ده أنا عشان أجي هنا أشوف خدت قد إيه، إيه لزوم أن أقعد ساعة ونص في الطريق؟ طب الشباب اللي عايز يروح الجامعة النهاردة، الجامعة وبيقولوا لي رؤساء الجامعات إنه الأخبار مش صح، الجامعات بتشتغل، صحيح كلها بتشتغل فيما عدا أظن أربعة فيهم كليات ما بتشتغل. ليه؟ للتهديد والحرق وخلافه، إنما كافة الجامعات تعمل، كافة الجامعات تعمل. يعني المصاري، إنما اللي إحنا بناخده الانطباع الدنيا قايمة، الدنيا مش خلاص راحت، ده غير صحيح. طيب في سؤال عن مستقبل جبهة الإنقاذ وفقا لرؤية حضرتك. طبعا حضرتك من لسه قايل دلوقتي حضرتك بتحمس أو بتفضل مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل كمواطن. كمواطن الدستور لم يتوصل إلى إجابة واحدة في هذه المسألة زي ما حضرتك تفضل، لكن المسألة بتقول هل القوى المدنية جاهزة الآن لخوض هذه المعركة البرلمانية القوية، وخاصة أن هذه المعركة تحكمها آليات الحقيقة كلنا عارفينها لا علاقة لها بمسألة الديمقراطية المفتوحة، لكن هناك آليات يتم استخدامها في هذه الانتخابات، هل البديل متوفر وقادر؟ أرجو أن يكونوا قادرين. هو يعني مش كانوا عارفين الانتخابات جاية؟ ما جاتش الشهر ده، هتيجي بعد 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر، فكان ضروري يجهزوا، لابد يكونوا على قدر المسؤولية، فده شغلهم. إنما هيدخلوا الانتخابات، هيدخلوا الانتخابات، فيجب أن يستعدوا، واليوم فيه 24 ساعة، يلا تفضلوا استعد. واحنا نكون من مصادر سعادتنا ان كل الاحزاب، انا كمواطن، ان الاحزاب تبقى جاهزه وتدخل، سواء اليساريه اليمينيه غيره، انما ما فيش احزاب على اساس ديني زي ما انت عارف.
طيب يمكن حضرتك قلت ان هم يكونوا مستعدين، حاجه فاكر المثل الانجليزي احذر مما تحلم به فقد يتحقق، يعني بعد سقوط مبارك كانت هناك دعوات للاحزاب المدنيه لان هي عايزه سقوط مبارك لتخوض المعركه، ولكنها لم تكن جاهزه وكان الجاهز هو فصيل الاخوان. الان بعد سقوط الاخوان ايضا، هل برؤيه حضرتك هم جاهزون؟ انت لا تتمنى؟ لا هو مش طبعا اتمنى، انما الحقيقه دي بقى عايزه كلام مع معالي الوزير انه يدعو رؤساء الاحزاب هنا عشان يقابلوا هذا الجمهور وهم يسالوهم انتوا جاهزين ولا مش جاهزين، قادرين عليها ولا مش قادرين عليها. اول ما نقر الاستفتاء ان شاء الله والدستور نفتح باب الانتخابات المنطقة. طيب هناك اسئله كثيره مطروحه حول الانتخابات الرئاسيه ومساله شخص من سيترشح لهذه الانتخابات، ربما يكون الاطروحات اللي موجوده طبعا على مدى الفتره الماضيه هي مساله ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي، لكن السؤال الاصعب ماذا لو لم يترشح السيسي؟ ماذا ستفعل مصر؟ نخليه يترشح. طيب هل ترى أن هناك بدائل أخرى يمكن أن تكون مطروحة في الساحة؟ لأن حضرتك طبعا بخبرة حضرتك بالنسبة الدولية بالنسبة للشعب الحقيقة الأغلبية العظمى منه عايزة الفريق السيسي يترشح. حضرتك لما خدت القرار عقب الانتخابات الرئاسية الماضية ربما البعض يرى أنه وفقا للمعطيات الجديدة على الأرض ربما لم يكن قرارا سليما من وجهة نظر من كانوا يرغبون في وجود بديل، مش شخص حضرتك لكن هناك من كان يبحث عن بديل. أنا لا أرى أن احنا نتكلم في بديل أو غيره الآن، احنا نتكلم زي ما اتفقنا أنه الفريق السيسي هو الحاصل على ثقة الناس وإعجابهم، فادوا له الفرصة دي إذا كان يريد. طيب نرجع في المسألة، بعض الأسئلة بتتعلق بالحكومة وأداء الحكومة واهتمامها وأدائها في مجال الخدمات العامة، هل يوفر هذا الدستور آليات قوية حقيقية للتأثير على هذه الحكومة لدفعها لأداء جيدا يرضى به المواطن؟ شوفي الحقيقة أنه لأول مرة المواطنين مهتمين جدا بالدستور ومتابعين له وعايزين يسمعوا ويتناقشوا وفتحين عينهم تماما، وحيروحوا أنا أتنبأ أنه حيكون هناك مشاركة كثيفة في التصويت على الدستور. حاجة توقعت أكثر من 75 وأغلبية، أنا مش بس بأتمنى إنما أعتقد بقوة انه هياخد فوق 70%. في طبعا قوى كثيره بتشتغل ضده ويقولوا يعني زي موضوع المدنيه ومش مدنيه، وكل شويه يطلعوا فيلم واحد يقول لك باطله، تصور واحده باطله، يعني ايه باطله؟ يعني البطلان ياتي ازاي؟ انتوا عارفين الدستور يتعمل ازاي؟ الدستور بينشغل وبعدين بنحط مشروع، وواحد بعد شويه يلاقي المشروع اثنين ثلاثه سته سبعه، واحد بعض المواد خدت 16 مشروع مطبوع، من دول بقى أوراق بتتوزع بره وتتسرب، في واحد يقول لا أنا عندي الأصل أهو قلته كذا، إزاي مش كده؟ ليست النهائية، الصيغة النهائية هي التي قرأها رئيس الجمعية، قرأها أمام الناس في 50 كاملين موجودين ومذاعة تلفزيونية على الرأي العام، يقرأها فتسجل عليه صوتا وصورة ويتم التصويت بالضبط على ما قرأه حتى لو أرى شيء آخر الذي قرأه وقدامه، لأن الأعضاء موجودين والأعضاء يقول لك تعالى إزاي ما أنت قدام النص، فدام إذن لا يمكن أن يمسه البطلان، لأن الرئيس قرأ النص ثم صوت عليه الأعضاء، قرأ النص تفصيلا ثم صوت عليه الأعضاء فسجل صورة وصوتا ومضابط وفي هذا النص المعلن، ما يمكنش يمس البطلان. البطلان يأتي في عقل الناس بقى، الناس بتوع البطلان أن يقول لا ده أنا عندي أنا إزاي أو ده خرج عن النص، لا يا سيدي أنت مالكش دعوة بالنص، أنت ليك اللي يقرأ، وطالما أن التصويت بالإجماع دول 50 ناس متعلمين هم اللي بيشتغلوا لم يحدث اعتراض، أنت
ثلاث ايام تصويت، يومين ثم اليوم الثالث لعرض وجهات نظر ويعني الانتهاء والشكر وخلافه. فكان في كان في ما يقرب من 20 ساعة، ست ساعات وأربعة واثنين فوق لما كنا بنراجع المواد. طيب فين؟ ما فيش، كله إجماع. والعودة إلى الصوت اللي في التلفزيون ده مش موجود في المضاء يعني، بس في خزنة مجلس الشورى، لا ده في التلفزيون، أي صورة أي مادة أي جزء من اللي أنا قريته ممكن أي مواطن يروح يطلبه عشان يشوفه. طب احنا ويراجعوا على المادة دي لا يجد فصلة واحدة فرق. طيب بنحيي حضرتك على إثارة هذه النقطة، لأن أكيد حضرتك تابعت الفيديو الإذاعي الخاص، وحضرتك بتقول نص المادة مصر دولة ديمقراطية ثم ما شاهده البعض حديثة. حضرتك توقفت حديثة توقفت قليلا، وحضرتك بتقول وحكومتها مدنية. فده خلى الناس يعني تصدق أبدا. لأنه بقول لك قعدنا ثلاث أيام وقاعدين موجودين وقدام بعض وما حصلش أي شيء. ده بعد كده ثلاث أربع أيام لما بقى الناس بدأت تفحفر عايزين يعني نطعم بقى الدستور ونعمل هيصة فجابوا ده. أنا أول امبارح لما كنا في الرئاسة قلت في المداخلة أمام رئيس الجمهورية اللي هي بقى التسليم الرسمي أن مصر دولة مدنية حكومتها مدنية ونظامها مدني. اللي عايز حكومة، اللي عايز دولة، اللي عايز حكم، التلاتة. وبعدين حتى في قراءتي قبل بعد التصويت مباشرة أنا قريت أنها حكومتها مدنية. وبعدين أنا عارف أنه كان فيه صراع رايح شادد جذب حتى الدقيقة الأخيرة، ولقيت أنه لا لابد من التوضيح. فقلت مين المصوتين؟ الكل بالإجماع موافقين على النص اللي أنت قريته. فأنا كملت بقى قلت حكومتها مدنية تعني أن مصر نظامها مدني، تعني أن مصر حكمها مدني. ده دقيقة يمكن دقيقة ونص بعد التصويت علشان يبقى في تسجيل في الجلسة الرسمية للتصويت ما بين التصويت على المقدمة والتصويت على المادة الأولى. فده واضح جدا. طيب في بعض خبراء الدستور في المسألة دي قالوا طب احنا قلقانين من مسألة ان يكون حكومتها مدنية، ماذا عن وضع وزير زي وزير الدفاع او وزير الأوقاف؟ هذا تابع للمؤسسة العسكرية. يعني هل المدني هو اللي لابس طربوش؟ أما حاجة غريبة جدا، المدني يعني الدولة مدنية، الدستور مدني، القانون مدني، النظام مدني. ده كلام يعني. وبعدين لو قلنا ما فيش دول هيطلعوا حاجة تالتة ضروري. ثقوا في أن هناك مجموعة عملت شغل كويس. الدستور هو موجود ومفتوح ومكشوف بالكتب بالألاف. لا نريد أن نفسد هذا الكلام، عايزين نخلص. أدي الدستور وبعد شوية حنشوف والله ده المادة الفلانية تحتاج إلى إضافة إلى تعديل، مجلس النواب يوظفها ده بعدين مش النهاردة. هل في عدد من مواد هذا الدستور حضرتك كنت بتطمح داخلك في الأفضل ولكن ليس في الإمكان أكثر من مكان؟ طبعا، زي موضوع مجلس الشيوخ. أنا صوت وأنا اللي بأجري التصويت صوت يا جماعة صوت فضلوا، وأنا رفعت إيدي في صالح مجلس الشيوخ وعديت لقيت أنه لا، اللي غير صالح مجلس الشيوخ أعلنت أنه ديمقراطية طبقا للتصويت لا يكون هناك مجلس الشيوخ. طيب في الأستاذة عزة الديري بتقول لحضرتك أن هي طلعت على دستور الولايات المتحدة الأمريكية ولقيت فيه أن في مادة بتقول على أن تضمن الدولة للمواطن أن يعيش سعيدا. طبعا أما ده من أشهر ما يمكن هذا النص الذي يتحدث عن السعادة، إنه مهمة الحكومات والدولة أن ترتب الأمور حتى يعيش المواطن في سعادة. وده صحيح، وهذا من أعظم النصوص الموجودة. وإحنا بنعتقد في كل الأحوال إنه إذا طبق هذا الدستور سيعيش المواطن في سعادة. الحقيقة ضروري، وأظن إن في إشارة لأنه يعني أنا عارف النص ده ومعجب به شدة الإعجاب في الدستور الأمريكاني، أنه يتحدث عن سعادة الناس، عن راحة الناس. في الفنانة هند عاكف بتسأل حضرتك أن لما دستور 2013
يعني احنا بصدد الدستور 2013 بعد قراءة المادة 226 اللي بتنتج تعديل لبعض المواد، في بيان بيدعو المواطنين للاستفتاء والحملة بتصويت بنعم. ايه رأي حضرتك يا زميلي؟ ودي حملة احنا ما مش لجنة الخمسين الحقيقة، لجنة المفروض انه القطاع الخاص، المجتمع المدني، الحكومة كده يعني. انما احنا الدعوة، انا بأدعو للتصويت بنعم قطعا، بدعوكم للتصويت بنعم بكل القدرات احنا اللي عندنا. اما الدعايه وبتاع دي عايزه فلوس كتير قوي، مش بتاعتنا بقى يعني، عايزه طيب أدوار هي أخر. بتقدم دعوه طبعا لوزاره الشباب وعدد من الوزارات بحملات توعيه في الاحياء الشعبيه وفي العشوائيات. والحقيقه خلينا نكمل المساله دي كمان في بعض الاقاليم والقرى الفقيره في الصعيد وفي وادي بحري ايضا، يتم للاسف الشديد استخدام الدين مره اخرى في مساله الدستور. ويقال يبقى على وزاره الشباب ندبس وزارة الشباب في المسألة. طيب في بعض الأسئلة بتتكلم عن مسألة المجتمع الدولي ومسألة فتح الباب لرقابة دولية أو إشراف دولي على الاستفتاء على هذا الدستور، وأعتقد أن حضرتك كان لك تصريحات في هذه المسألة أن الباب مفتوح. طبعا من الأهمية بمكان أن يكون هناك متابعة دولية ووجود دولي. ليه لا؟ ليه لا؟ العالم تداخل في بعضه، وفي الانتخابات اللي فاتت كانت مؤسسة كارتر بتراقب، أظن الوقت هيكون في جهات دولية بتراقب أيضا، وفي دلوقتي تشاور واتفاقات حتى بين اللجنة العامة للانتخابات وبين الهيئات اللي بتتابع الانتخابات. ليه لا؟ البعض بياخد الأمر بنوع من الحساسية ومسألة السيادة المصرية، حضرتك لا تتفق مع هذه المسألة بخبرة لا لا لا. السيادة المصرية أهم بكثير من أنك تروح تعمل تصويت بلاش نلخبط في السيادة. السيادة سيادة الدولة بقوتها بثرائها بأنها تجعل الناس سعداء، ده هي السيادة. أما أننا يبقى الدنيا كلها بتجيب مراقبين ومتابعين للتصويت ولا حد بيتكلم، جينا على دي وقلنا سيادة؟ طيب هناك بعض الأسئلة التي تتعلق بكبار السن والمعاش. طبعا حضرتك عارف الأرقام اللي موجودة في أنا بتكلم على الأرقام التي تصرف للمواطنين اللي في سن المعاش. هناك من يطالب الشيخوخة والبطالة والمرض، العجز والشيخوخة والمرض. هنا يحق لهم معاش حتى لو ما اشتغلوش ولا غيره. حقيقة البطالة بدل البطالة أو التعويض عن البطالة، أما الشيخوخة والعجز لابد الدولة تدخل فيه. بس الناس هنا يجي بقى الضمان الاجتماعي، لأن احنا اتكلمنا عن التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في بعض هو الحديث عن مدى تناسب الأرقام التي تصرف لأصحاب المعاشات مع واقع الحياة المصرية. ده هنا يجي القانون بقى، القانون أنا بتكلم على نسب عادلة، نسب تسبب للناس أو يعني تريح الناس. طيب في سؤال من الأستاذ كريم حنفي بيقول لحضرتك المادة 137 الخاصة بحل مجلس النواب، هو لا يفهم ما المقصود بحالة الضرورة لحل مجلس النواب، وما هو الإجراء في حالة رفض الشعب للاستفتاء؟ حالات كثيرة حل البرلمان ده الضرورة طبعا، إذا يعني عمل البرلمان وصل إلى حالة شلل، مفيش أغلبية والقوانين لا يمكنوا أنفسهم من أن يصدر القوانين والتشريع، ودي مسألة بتحصل وحصل برلمانات كتير جدا، وأنا بعتقد أنها ممكن تحصل عندنا، لأنه البرلمان الجاي في رأيي سيكون بدون أغلبية، أكتريات بدون أغلبية. إذا حصل اضطراب في العمل التشريعي لابد أن يدخل الرئيس وأحوال كثيرة أخرى يعني من هذا النوع. طيب في سؤال من الأستاذة إيمان عبد الجابر بتقول لحضرتك هل كفل الدستور للمواطنين على حد سواء حق العلاج والسفر على نفقة الدولة؟ طبعا برضو شو بقى الأسئلة الحقيقة كويسة جدا، أما الأسئلة لما تصل إلى أنه مواد واضحة تماما لو لم تقرأ فهنا بقى خلاص كفاية. يعني الناس هتطلب، إنما عشان خاطر الأستاذة إيمان، الأستاذة إيمان هقرأ لها المادة 18 الفقرة الثالثة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
الأستاذ محمد طير فرج ده في كلية التجارة بني سويف بيسأل حضرتك سؤال ربما يكون مناسب حتى للختام به، ماذا بعد الدستور؟ الانتخابات. الإجابة هذه اللي بعد الدستور. طيب الحقيقة ربما بكون حضرتك معانا النهاردة وخبرة حضرتك الدولية الكبيرة محتاجين برضو في سؤال قصير بس نطرح على حضرتك موقفنا الآن في المجتمع الدولي، هل تجد أن هناك تفهما لحقيقة ما حدث في 30 يونيو الآن؟ لا لا، واضح أن التفاهم بدأ يسري في حكومات كثيرة جدا، فهموا أنه الأمر لم يكن تفرقة ضد الإخوان المسلمين، مسألة أنا واحد من الناس ما اعترضتش عليه على على الرئيس السابق لأنه من الإخوان المسلمين لأنه انتخب على هذا الأساس، إنما لسوء إدارة البلاد، البلد كانت مهددة فعلا بالانهيار لو استمر الوضع على ما هو عليه. وبقول لهم إنه إحنا سألنا نفسنا كمصريين في نهاية العام الأول، هل يمكن أن تمضي مصر عاما آخر بنفس الطريقة؟ الإجابة كانت مش ممكن، لا علاقة لها بأنه دول إخوان مسلمين ولا دول حزب فلاني ولا غيره، كان غلط طريقة الإدارة، كانت غلط ولم تدر البلاد، بالعكس كانت خطيرة جدا على بلد مريض، البلد زي مريض تقدرش هتعمل إيه، فكان لابد من تغيير الأمر مش كلام يعني. طيب هل حضرتك راضي عن طريقة أداء الدولة المصرية في التعامل مع قطر تحديدا؟ لأن حضرتك شمعنا يعني؟ يعني لأن قطر هناك من يرى أنها تعبث في الأمن القومي المصري، هناك من يرى أن حماس تتحمل مسؤولية بعض ما يحدث. هو معقول أن بلد كبير زي مصر يسمح لأي كان بالعبث في 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 داخله؟ يعني في كل حالات مثل هذه الحالات يجب أن نلوم أنفسنا بنسبة ما، وأحيانا بنسبة كبيرة وأحيانا بالكامل، إزاي نسمح بأي عبث إذا كان هناك عبث؟ إزاي تسمحي بيه؟ بس شكرا جدا. شكرا حضرتك سيد عمرو موسى.